السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في برنامج النفس وركس، عايزين نبدأ نشوف الكلاشات. فهقول له انا عايز كلاش ديتكتيف. نعم. طيب، في ناس بتعمل كلاش عبارة عن ايه؟ كلاش بين المعماري والانشائي او التكييف والكهرباء، وده مش صح. مش صح ليه؟ لان هيطلع لك كلاشات كتيرة ممكن تكون غير منطقية وغير صحيحة. ممكن تكون تعمل كده، يقول لك ايه، باب مع حيطه، فتلاقي يعني مش كلاش وهكذا. فالاحسن انت تعمل اكتر من كلاش، يعني تعمل كلاش مثلا بين الضغطات والبايب، الضغطات والكيبل تري، الضغطات والانشائي، وتبدا تشوف المشاكل وتبدا تحلها. تمام. يعني انت لو قلت له مثلا كل المعماري مع كل الانشائي هيجيب لك 5700 كلاش، وهتيجي تبص على الكلاشات هتلاقي كلاشات كتيرة وهمية. يعني ايه كلاش كتير وهمي؟ خلينا نفهم قصة الكلاش الوهمي دوت. تمام. يعني لو احنا جينا هنا قلنا له اظهر لنا العادي، ممكن تلاقي فيه عمود مثلا هو مش كلاش. هي الفكرة كلها ان العمود المفروض يقف هنا عند الفلور من تحت، لا هو كمل شوية، فهو منطقيا عامل مشكلة في الحصر، بس هو كشغل مش هيوقف الشغل. يعني مش هيجي يقول له لا ده في مشكلة، لا، المشكلة بتحصل ان في مثلا باب مثلا عامل مشكلة مع كيبورد ري، او في شغل مثلا نزل تحت السيلينج وهكذا. فلذلك احنا بنبدأ نقسم، يعني مينفعش نقول ايه معماري مع انشائي، بس ممكن نقول له ايه مثلا كولوم في اس دور. فاكيد لو في عمود خابط في دور فاكيد في كده مشكلة رهيبة نبدأ نشوفها. تمام. اعتقد ان احنا مش هنلاقي المشكله دي. طب انا عايز احددهم، هقول له ان انا عايز، ممكن تكون انت مظبط الست بتاعتها فهتبقى سهل. يعني لو انت مظبط الست هتقول له كولوم، والناحيه التانيه هتقول له دور، فهتلاقي الموضوع بقى سهل. او ممكن نقول له ظبطهم لنا من خلال البروبرتيز، فبنبدا نشوف خاصيه معينه ونبدا نشوف مثلا الكاتيجوري، فتبدأ تشوف ايه الحاجات الكاتيجوري اللي موجودة. مثلا كاتيجوري موجودة هنا مثلا باسم الكولوم، ونروح هنا نقول له برضو عايزين نفس الفكرة. طبعا دي الخصائص، ممكن من خلال الاليمنت، ممكن من خلال اي حاجة انت شايفها. دور مثلا. تمام. رن. لا هو كلاش واحد بس، لا ملاش ولا كلاش، زيرو كلاش وهكذا. فلما تيجي تبدا تشوف ايه الحاجات الضخمه وتبدا تشوفها هتكون اسهل بكتير. طبعا لو في ميكانيكا او كذا فبتلاقي كرشات كتيره جدا في من النوعيه ديت. طيب خلي بالك برضو ان في حاجات كتيره ممكن تكون موجوده غلط، بينما عشان انت مش يعني دي مثلا غلط كبير جدا. تمام. في فرق بين الفلور والسلم، فلازم تعمل لوكس رو وتمشي جوه المبنى عشان تطلع معاك المشاكل.